مشاهدينا نحييكم من جديد. هل نستنزف في قضايا وهمية أم أننا أمام قضية حقيقية متعلقة بتغذية التعصب في ملاعبنا ودق الأسفين وإشعال الفتن؟ قبل الفاصل كان معايا الكابتن أحمد الطيب وقدمته على أنه واحد من أشهر وأهم المعلقين الرياضيين، والآن انضم إلينا أيضا واحد كما أكدت قبل الفاصل هو في اعتقادي من أحدث نقلة في الإعلام الرياضي، واحد من أشهر حراس المرمى في مصر وواحد أيضا من أهم وأشهر المعنيين بقضايا الوسط الرياضي، الكابتن أحمد شوبير الإعلامي والزميل. كابتن أحمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. كابتن أحمد، اتكلمت قبل الفاصل مع الكابتن أحمد الطيب، القضية يعني أنا هاخد بس اللي بيهمني العناوين المهمة، حينما أثرت هذه القضية هل تصيدت له ولا أنت كان بالفعل عندك قضية متعلقة بأن في تغذية للتعصب الرياضي يمكن أن يشعل فتنا، هل هي محاولة للتصيد ولا تعاملت معها لأنها قضية حقيقية؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ما بحبش المواجهات، خاصة لما تكون مواجهات غير متكافئة على الإطلاق، وده إحساسي بكده يعني. وأنا الحقيقة اعتذرت لحضرتك والأستاذة فاطمة والأستاذ حسام لأنه كان عندي برنامج على الهواء، وقطعت البرنامج وحطيت حاجة مسجلة عشان آجي، لأنه لقيت من كتر التلفونات والرسائل اللي جيلي امام موجه الكذب ان لازم اجرد. خليني بس اشرح لك الاول قصتي بالكابتن او علاقتي كيف بدات بالكابتن احمد الطيب. الكابتن احمد الطيب كان معلقا متميزا في القناه الرابعه، وانا اخذت منه احدى لزماته، كنت بقول كده لان ما فيش حد عنده امانه في الوسط الرياضي زيي. يعني تعلمت منه واخذت منه؟ لا ما تعلمتش، لا في فرق تعلمت واخذت. لا انا خدت منه، كان في لازمه حلوه بيقولها، خدتها منه، كنت بتابعه وكنت بكلمه وكنت بشجعه، ولا احلى ولا اجمل ولا احلى وطورتها. ولا دي بتاعته. انا دفعت ثمنها. لا ده انا كلمته عشان بس تعرف ادبي واخلاقي والتزامي، بس ما بعرفش الكذب، يمكن انا الوحيد في الوسط ده اللي ما بيكذبش، عشان كده لو سالتني من 10 سنين ورجعت سالتني دلوقتي هتلاقي نفس الاجابه، وفي حكمه بتقول لك يا كذوبا كن ذكورا. أحمد الطيب بتقدم بعد كده لاختبارات الإذاعة كمعلق، سقط، كلمني قال لي كابتن أحمد ينفع أسقط؟ قلت له كذاب، بداية الكذب. لا ما احنا قلنا مش هنقاطع، احنا قلنا كذب. لا 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 بص. لا قلنا دي بداية كذب كابتن أحمد، ما احنا اتفقنا هنسجل. اوعى تقول بص. لا 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 كده كده يبقى كده بص كابتن أحمد، يبقى كده كده اختلفنا كده. اوعى تقول كده بصبعك تحت كابتن أحمد لو سمح، لو سمحت. طيب ما انت بتتكلم بقالك ساعة، ما تبص ما تحطليش في الأول ده أحمد الطيب وبدأ في القناة الرابعة. طب ما تسيبه يقول قصة من كلمة. لا 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 لازم أسجل. هاتوا يا جماعه ورقه، سجل عندك كلمه كده، سجل عندك لو سمحت. على ربنا طيب. مش هسيبنا على الشخص ده كده 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 يبقى شكلنا سيء امام مش هرد انا بالطريقه بتاعت الكذب ومش كده. انت بص بص تعلق استاذ وائل امام مشاهد، مشاهد لازم يحترمك ويحترمني ويحترم الكابتن. انا هقول لك بالشهود، انا هقول لك ده بالشهود. كلمني استاذ احمد قال لي ينفع اسقط؟ قلت له لا انت معلق موهوب ما ينفعش تسقط. كلمت السيده الفاضله نجوى ابو النجا، قلت لها ده ولد موهوب وكويس وارجوكي اعملي له اختبار تاني. الولد ده كان لاعب منتخب السويس ومدرب في الدوري الممتاز. ها ولد في النهايه، الولد ده كان لعيب في نادي منتخب. ما انت بتعلق بتقول على ده ولد ومدرب، انت بتقول على ده ولد. يا سلام عليك ولد، انا عمري ما اقول عليه مش حتى لو كان سنه ايه. يا عم سيبني سيبني. لا انت بتقول يا سلام عليك ولد، قلت لها ده ولد كويس، خد راحتك، وموهوب، ودي حاجه اشاده على فكره. ولد كويس، نقول يا ولد يا ولد في التعليق، خلي بال حضرتك بس، وحرام انه يسقط. قالت لي رايك ايه؟ قلت لها اعملي لجنه تانية يا مدام نجوى وانا بقول لك هينجح. عملت لجنه تانية ونجح احمد الطيب بقى معلق في الاذاعه. ثم انا بقول لك بالاسماء والله كده. طب ما نسمع يا كابتن. بص بص يا استاذ وائل، بص بص يا استاذ وائل، هسيبك نفس المده بتاعتك. بص يا استاذ وائل، نفس المده كامله. لا 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 لا، ساعتين ونص بيحكي. اتفضل. كلمت بعد كده الاستاذ حسام الدين فرحات، كان ماسك قناه النيل، قلت له كانت لسه طالعه قناه النيل، قلت له في ولد موهوب كويس اسمه احمد الطيب، بص عليه يا استاذ حسين. وربنا كده
طب خلاص كويس. يا كابتن احمد ما تسجل. المهم اهو بص اي ورقه يا عم ولا ورقه ولا قلم بقى استاذ وائل. انا جاي ارد على نقط معينه عشان امشي فسيبني الله يخليك. انا عندي طياره الصبح، انا مسافر ادي محاضرات في الاعلام في الاردن الصبح ان شاء الله. ربنا يستر. وبالفعل ربنا يسترها عليك وعلى اللي زيك ومن اللي زيك يا اخي. خليني ماسك نفسي. يلا يا كابتن احمد. كابتن احمد انت احترمت الراجل. احنا اتفقنا. خليني يا جماعه والله 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 انا يا استاذ وائل والله انا لما بقعد اتفرج يعني عليكم بلاقي الضيف بيعملوا كده بقفل التلفزيون. خلينا بقى اقول الكلمتين اللي عندي. الله يخليك انت مؤثر وهو مؤثر. لا 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 يا استاذ كده يا جماعه اسمعني للاخر. الله يخليك هقول كلمتين اقوم اروح. استاذ حسام فرحات فعلا قال لي ده ولد كويس وموهوب وانضم لقناه النيل. ثم كلمني الصديق العزيز علي سعيد الكعبي وكان رئيسا لقناه ابو ظبي الرياضيه. قال لي يا كابتن احمد انا عايز اتنين معلقين شباب. قلت له احمد الطيب وعلي محمد علي. علي الطلاق كده. طيب يا كابتن احمد خلاص صدقتني بالله يا استاذ وائل والله ما بقول كلمه كده. المهم انا عارف انا بقول ايه. كويس رحت اذا كنت انت مطلع 10 مرات دي حاجه ثانيه بقى. كلمت علي سعيد عم كلمني علي سعيد الكعبي والدليل ان احمد الطيب كل اجازه يجيب لي بدله او يجيب لي جاكيت. عرفانا يحلف بالطلاق انه كده. دي مش كويس دي صح بس كويس عشان انا مرتشي. دي صح. المهم بيجيب لي بدل ليه؟ طب ده هدايا محبه يا جماعه. ليه 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 ايه سببها بس انا عايز اسالك بس ايه سببها بس ايه سببها ليه بيجيب لي انا هديه؟ لانه بيعترف دايما يقول لي انا بعترف بعرفانك وجميلك عليا انت اللي سفرتنا ابو ظبي. كلمني بعد كده بالثلاثه ما حصل. انت متجوز 10 مرات بس الله عليك. علي الطلاق بالثلاثه ما حصل. بص يا كابتن بيقول كده على فكره. انا اعرف ان هو ممكن يعني يقول حاجات عظيمه كتير. خلي بالك انت معلق بتتسلل للبيوت يا استاذ الفاضل. كذب كتير ورا بعض غريبه جديده دي استاذ وائل. الناس ما عهدت فيا الا الصدق وعمري ما بكذب ومش هكذب عشان كويس. كمل لك بس. بعد 6 شهور كلمني علي سعيد الكعبي يا رب يعرف يجيبوه على التليفون. قال لي منك لله منك لله منك لله ده بيحارب فيا بكل الطرق عشان يمشيني. وبالفعل علي سعيد الكعبي ساب قناه ابو ظبي بعد ما كان سعيد جدا بيه في البدايه. ثم انتقل من الامارات الى قطر بطريقه او باخرى. ادي قصه تعارفي مع الكابتن احمد الطيب. احمد الطيب جه علق على الدوري في قناه 10 ايام ما كانت واخده الدوري العام. بقول لك معلومات. مباراه الاسماعيلي والاتحاد السكندري. احنا عندنا الفاظ في الكوره ما عمرنا ما سمعنا كلمه انقلاب. فالاسماعيلي كسب الاتحاد 5-0 في اسكندريه. قعد يأكد على كلمة انقلاب. طبعا كلمة كده انا عرفت مين اللي كان بيكتب الحاجات دي ومين اللي بيصدرها للي بيكتبوها. اقسم بالله بتتقال في كل مباراة بيعلقها كأنه الدوري القطري ده الدوري الاسباني الدوري الفرنسي الدوري الانجليزي الدوري الالماني اعلى دوري. يعني بيعمل دعاية لقطر دائما. كلمة قطر لازم تكون موجودة. طيب ده كلام موضوعي يرد عليه. انا كلامي كله هتلاقيه موضوعي مفيش ولا كلمة كده. انقلاب عايز يقول لك ده انقلاب في المعايير والمقاييس. عمرنا ما قلنا 5-0 عمرنا ما قلنا كلمة انقلاب في الكورة. المهم فانت عايز تقول يعني انه قناة 10 قال لك ما يجيش انه بيغمز على انه الوضع في مصر انقلاب. قناة 10 قالت ما يجيش تاني. مش بسبب ده طبعا من بعدها ما دخلش القناه ما علقش في القناه. الناس بس ما بتنسى واخد بال حضرتك. يا جماعه ايه ده في جه على قناه النيل على فكره ازاي ما اعرفش كويس. لما اشتغل بالله لما اشتغل انا قاعد احتراما لقيمتك ولقيمه الكلام ده. ما ده كلام موضوعي يا كابتن احمد بس اقسم بالله ما هيترد عليه. ده مش كذب ده فجر. عايز تقوم تمشي ولكن لا 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 صدق انت مش محترم. اللي هيقوم يمشي ده يا كابتن احمد. يا كابتن احمد على فكره استاذ وائل يا كابتن استاذ وائل لو سمحت استاذ وائل لو سمحت بعد اذنك اقسم بالله ده ما محترم والله. انت طب كده هل ينفع ان كده اقوم اكمل لك بس استنى بس استاذ وائل خلينا اكمل لك. طب انت قلت لي انا مش هوصي سقط القناع. لما يقول لك فجر ويقول لك كذب 10 مرات ما يهمش ما تقول له ده. طب ما انت قلت كده. خليني بس اكمل لك. انت قلت كذب يا كابتن. انا ما قلتش كذب ولا قلت كذب 10 مرات. يا جماعه كلاكما بيتسلل للبيوت. اكمل بس خليني اكمل بس. حلو كده. ادي علاقتي بالاستاذ احمد الطيب. استاذ احمد الطيب جانا قناه النيل بيعلق اهلا وسهلا. مع اول مباراه اشتكيت للساده المسؤولين موجودين اسامه الشيخ المسؤول ومحمد كامل المسؤول. قلت لهم يا جماعه شايف فتنه بتتزرع شايف مخطط بيتعمل ارجوكوا لو سمحتوا. ايه مؤشرات خلي بالك كل كلامه إيه تعصب كل كلامه كل احاقاته كل رميه من اوله لاخره تعصب كله من اوله لاخره يعني تعصب. تعصب للزمالك وتهوين من الاهلي. بص يا استاذ وائل احمد الطيب لا زملكاوي ولا اسماعيلاوي ولا يحزنون. احمد الطيب كل همه انه بيكره النادي الاهلي
نمرة اتنين يا اخي بلاش كدب يا اخي. خلاص ما تكتب عندك. لا دي مش هو دي فتنة. ان جاي مع هي دي الفتنة كابتن احمد. الاهلي ما بيكرهش الا انت دلوقتي ادارة وجمهور. جاي مع مخطط جاي معاه مخطط من قطر. عايز اعرف ادلة هذا المخطط ايه بقى. كل اللي بيقوله في تعليقاته. ايه مخطط؟ كل اللي بيقوله. ما اسمعه بقى مش انت سألت ايه الادلة. كل بيقوله في لقاءاته. هات له اي انترفيو. هات له اي تعليق. كله احاءات. كله رمي. كله من اوله لاخره. على فكرة عشان تعرف. قد ايه شجاعتي. انا سبت البرنامج عشان اواجه واجه. لان انا مواجه. قد ايه شجاعتي. انا الوحيد اللي واجه الالترس. قد ايه شجاعتي انا الوحيد اللي فجرت قضيه الجزائر. قد ايه شجاعتي انا الوحيد اللي اتكلمت على الفساد في المحله. قد ايه شجاعتي انا اللي اتكلمت على مشاكل الحكام وعلى مشاكل المدربين وعلى مشاكل نادي الزمالك وعلى الاداره وعلى الحاجات دي كلها. الوحيد اللي ولع الدنيا كلها. الناس بتس... يا جدع اسكت. طيب يا جدع اسكت. بس كمان بس. الشجاعه تقتضي يا كابتن احمد. أيوة. اذا وجهت اتهاما ده بوضوح. انا بقول لك اصلا لما اقول له لما اقول بينفذ اجنده قطريه زي مؤكد 100% انت تعرف اكمل لك 100% دلوقتي في الزمن ده اكمل لك 100% 100% هات كل يا استاذ ده انت مطالب بمحاكمته. طبعا طبعا هات كل مبارياته. اذا ما كانش في كل مباراه احاء واثنين وثلاثه قول لي ما تجيش هنا تاني. قول لي ما اشوفكش في الاعلام المصري تاني. قصه محسومه طبعا وقطعا. قلت لاسامه الشيخ اللي مسؤول عن وضع المعلقين حرام عليك كده اكتر من 12 مره يا اسامه ما ينفعش. يا اسامه الدنيا باظت. يا اسامه ما ينفعش. يا اسامه الدنيا باظت. تاني ايه اللي يخليني اقول انه بينفذ الدنيا باظت ان الزمالك بقى مبسوط وجمهوره مبسوط كل ده كده الدنيا باظت من كل ده. اللعبة هو عايز دي اللعب على وتر الجمهور. هو عايز دي ولا قيمه لها. اكتر جمهور بيحبني جمهور نادي الزمالك خلي بالك. طبعا هو بيثق فيا لانه محايد ووش حلو عليهم. وش حلو عليهم طبعا تاني. طبعا وش حلو عليهم عشان اوجه اتهاما من هذا النوع انه ينفذ اجنده إيه اخوانيه قطريه. اصل دي دعوه للقبض على تاني طبعا 100%. واسال زملائه واسال الناس واسال اللي بقويهم في قطر واسال التعليمات واسال امير قطر بنفسه عامل له عقد شكله ايه. انا بقول لك ده عامل له عقد شكله ايه مؤكد بنسبه 100%. لا لا لبس فيه. لا لا ما فيهوش لبس اللي انا بقوله لك. ايه المخطط وايه هدفه فتنة يعني اللي انت بتقول عليه يا استاذ وائل. زرع الفتنه. زرع التعصب. توليع الدنيا بين الاهلي والزمالك. وما فيش ما يمنع بين الاهلي والاسماعيلي. وما فيش ما يمنع بين الاهلي واي نادي تاني. قصه محسومه. قصته محسومه. يا ملك التوازنات. جاي بينفذ ده. ده جاي ما عندوش مشكله غير ده خلي بالك. كل ده بقى كوم. وانه يتكلم على زوجتي وعلى بناتي ده كوم تاني. تاني. طب وانا اللي جابني وانا لا اصلا اتكتبت شريط عريضه وانا لا اقبل انا ذلك. بس خليني اعرف وانا لا اقبل ذلك. زوجتي ومن هم ابنائي. وانا لا اقبل ذلك. معلش بس خليني لازم نصون العائلات. الله يفتح عليك. خليني اعرفك من هي زوجتي وزوجتك سيده فاضله عصاميه بفضل الله وابوها بس خلينا كمان. وشافت منك الكتير في شغلك انك بتشتغل 24 ساعه يعني وهتشوف كمان. وهي سعيده بكده. زوجتي خريجه جامعيه. ابوها واحد من كبار رجال الاعمال وكبار تجار الرخام في مصر. عنده بدل من المصنع 3 مصانع. من عيله ميسوره الحال. عيله لها املاك من فضل الله سبحانه وتعالى. واحد بنت الكبيره هند خريجه ام اس اي اعلام امتياز مع مرتبه الشرف. بتشتغل معايا مخرجه بتاخد مرتب بسم الله ما شاء الله. بنت الثانيه سلمى خريجه ام اس اي اعلام مع مرتبه الشرف. متجوزة واحد من كبار رجال الأعمال بسم الله ما شاء الله. بيتها وفيلتها وحياتها وعربيتها بسم الله ما شاء الله. تصرف على قطر واللي في قطر. وبنت هند تصرف على قطر واللي في قطر. ومراتي تصرف على قطر واللي في قطر. وأنا أصرف على قطر واللي في قطر. يعني أنت لم تطلب منه لم أطلب إنه بنتك تشتغل في بص قطر. بص يا أستاذ وائل بص يا أستاذ وائل أنا أولادي عمرهم ما يخرجوا برا مصر. لا بنين ولا بنات. زوجتي عمرها ما تخرج برا مصر. زوجتي عمرها ما اشتغلت. نمرة اتنين انا واحد من الناس وبكل فخر مواقفي معروفه. وطلعت بمظاهرات ضد الاخوان. العريان باطل والاخوان باطل ومرسي باطل والشاطر باطل امام الاتحاديه مرتين. انا احمد شوبير بيقود مظاهره فيها 5000 واحد فيها لعيبه كوره من الاهلي ومن الزمالك وغيرهم من اللاعبين. ده في عز ما مرسي كان رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. الفيديوهات عند حضرتك لو عايز تشوفها او عايز تطلعها او الاخراج او الاعداد عند حضرتك لحق يجهزها. انا لما رحت قطر مع بعثة منتخب مصر لما كانت بتلعب مباراة ودية في قطر أكبر واحد عرض عليه مبلغ من الجزيرة اللي كانت هتتحول بعد أسبوعين ثلاثة إلى بين سبورت من أحد المصريين العاملين هناك المسؤول عن التعاقدات. قلت له أستاذ علي بحترمك وبشكرك لكن أنا
زي السمك المايه بتاعتي هي مصر. كذب. وانا لما هروح كذب دي كذب. اسكت بدل ما تسكتها. لا 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 كده مرمي بالبتاع دي في وشك يا سيدي. والله يا جماعه والله يا جماعه كده كده والله العظيم والله يا جماعه كده لا في حد هيتفق معاك تعالى. بص يا استاذ وائل ولا حد هيتفق معاك. اقسم لك بالله استنى بس اقسم لك بجلال الله عز وجل هيقولوا ازاي نزل. استنى بس استنى بس اسمع بس كلام. انا جيت لك احتراما ليك. طيب خليه لما يقول كذب ما انت بتقول كذب ما انت بتتهمه بكذب. جبت سيره زوجتي على فكره او ابنائي. لا يمشي هو ما جابش. لا لا اللي يقول لك انا طلبت زوجتي. انا ساكت دلوقتي ليه؟ اللي يقول لك زوجتي سيره الزوجه والبيت. اللي يقول لك زوجتي وابنائي ليه بقى؟ سيب استنى لحظه استنى لحظه انا طلبت. اسكت انت تسمع انت لو سمحت انت لا هو اسمع هو اسمع لما اتكلم على مراتي واولادي هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه هو اسمع. نطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل يا جماعه نطلع فاصل يا جماعه.